وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أشعر بالمتعة والسعادة وأحب دائما أن أسمع وأرتل القرآن. أتممت كتاب الله في 3 سنوات. أربع سنوات. ونقرأ في مدة في العطل وفي الجمعة. الشريف هو تلميذ ممتاز إلى أقصى درجة، له ذاكرة من نوع خاص، يسمع الآية القرآنية مرة يحفظها ويستطيع أن يحفظ الكثير في وقت قليل، ختم القرآن والفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم والده الذي له إرادة فولاذية عظيمة لا مثيل لها.